أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وكما تابعنا هذا البيان يسرد أهم الإنجازات التي تمت على الصعيد العسكري في سيناء خلال الفترة الأخيرة. معنا للتحليل والمتابعة في هذه الفترة الكاتب الصحفي محمود نفادي، أهلا بك. أهلا بك. وكيف تقيم هذا البيان في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني أولا بالبداية شكرا على الاستضافة، شكرا للنيل الأخبار. يعني أولا بنترحم على شهداء القوات المسلحة اللي بيضحوا بأرواحهم في سبيل الأمن والأمان للبلد، وهذا البيان يجعل كل مصري فخور بقواته المسلحة وبالشرطة، لأنها جهود يعني مبينة حجم العمل والإنجاز. أما أنت بتقضي على 33 بؤرة وتقضي على 118 تكفيري، غير العمليات النوعية اللي قامت بيها، غير حماية حدودنا من تهريب المخدرات والبنجو وما شابه ذلك، كل دي أمور بتدعو للفخر بأداء وإنجاز قواتنا المسلحة. وبالتالي يمكن آخر حتة في البيان أنا بقف عندها، إن في تأكيد واضح من القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهم للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. هذه رسالة مهمة جدا بعث بها هذا البيان لكل مواطن على أرض مصر، أن القوات المسلحة والشرطة لن تألو جهدا في سبيل الدفاع عن أمن مصر. الأمر الثاني، هذا البيان لا يبعد كثيرا عما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا وآخرها من فوق منبر الأمم المتحدة، عندما تتحدث عن ضرورة مواجهة عالمية حاسمة للإرهاب، وأن مصر تحارب وتواجه الإرهاب نيابة عن العالم الآن بجهود مدنية. وانت لو شفت الثلاث الاتجاهات بتوعنا، الاتجاه الاستراتيجي الغربي والجنوبي والاتجاه الشرقي، يعني ثلاث اتجاهات انت بتبقى عندك يعني عيون بتحمي هذه الاتجاهات، لان ليبيا احنا بنسعى كثيرا لأمان ليبيا وأمان الشعب الليبي وان احنا نقضي على الإرهاب فيها، لكن للأسف في بعض القوى المعادية وخاصة تركيا وقطر بتعبث بالأمن الليبي عشان يبقى خنجر في ظهر مصر. من نواحي سيناء أدينا شفنا عدد المخابئ تدمير 33 مخبأ وملجأ و11 فتحة نفق، يعني فتحات الأنفاق ما بتتوقفش. وبالتالي هذا البيان فيه ثلاث دلالات مهمة جدا. الدلالة الأولى التي نستخرجها أن القوات المسلحة والشرطة لديها اليقظة الكاملة في مواجهة العمليات العدائية والعناصر الإرهابية. الدلالة الثانية أن أبناء القوات المسلحة بيضحوا بأرواحهم في سبيل توفير الأمن والأمان لأبناء مصر ولشعب مصر. الدلالة الثالثة اللي احنا يجب أن نتوقف عندها أن التأمين لا يتوقف على مواجهة الإرهاب فقط، بل مواجهة تهريب المخدرات، ومهربي المخدرات لا يقلون خطرا عن الإرهابيين، لأن عارفين المخدرات وخطرها على الشباب وعلى مستقبل مصر. فهذه هي قراءتي لهذا البيان، فتحية للقوات المسلحة والشرطة على هذه الجهود. طيب، تحدثت عن الأنفاق وهي ظاهرة خطيرة يمكن من خلالها أن تشكل مخبأ هؤلاء الإرهابيين. مصر بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في إخلاء مناطق معينة بعينها على الحدود مع قطاع غزة، وبالفعل نجحت في تشكيل منطقة عازلة بين الطرفين لمنع هذه الأنفاق. هل لديهم القدرة هؤلاء الذين يحفرونها أن يتعدوا هذه المنطقة؟ بص، القدرة انحصرت وضعفت ولكنها لم تختفي، لأن القضية أنت متواجهش أفراد ولا ناس هواة، في قوة معادية وفي أجهزة استخبارات معادية زي تركيا وزي قطر، والاستخبارات الإسرائيلية برضو لا نسكتها من الاعتبار. وبالتالي أنت لا تواجه مجرد عصابات، دي مش عصابات أفراد، دي قوة معادية ليك واستخبارات معادية ليك، لكن القدرة على حفر الأنفاق انحصر وضعف ولكن لم ينتهي. وبالتالي هي محتاجة مزيد من اليقظة والمواجهة، لأن الأنفاق خطرها في تهريب الأسلحة وتهريب العناصر الإرهابية اللي بتنتقل بيسر وسهولة.
الجيش قدر في المنطقة العزلة، ويمكن هم ما انتهوش حتى الآن من استكمال الحدود بتاعة المنطقة العزلة والتهجير اللي تم في رفح بعد إنزال الرماد العربية، لكن في انحصار. ليه؟ احنا لو شفنا كيرف العمليات الإرهابية في سيناء في 2019 عن 2018 هنلاقي الكيرف بينزل، في هبوط وفي نجاحات أكبر للقوات المسلحة، وبالتالي حصل انحصار لكن انت لسه ما قضيتش على تيار الإرهاب والقدرة ان هم يحفروا أنفق. طيب سنتوقف عند هذه النقطة، وقد انضم إلينا اللواء نصر، لواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. مرحبا بك. وكيف تقيم هذه العملية بجميع تفاصيلها والتي سردت اليوم من القيادة العليا للقوات المسلحة؟ تفضل. أولا كان من المتوقع أن هؤلاء الإرهابيون لن يتركوا فرحة شعب مصر، لن يتركوا الشعب يفرح بهذا الإنجاز اللي تم، زيارة الرئيس للأمم المتحدة والنجاحات اللي شفناها من لقاءاته في محفل جماعة العامة للأمم المتحدة، أيضا وقوف شعب مصر وتصدي لكل هذه الدعوات الخسيسة وخروجه بهذا الشكل لاستقبال قائده، كان متوقع تماما ان هيحصل حاجة من على الحدود، سواء كان في الاتجاه الشمالي الشرقي في سيناء او في الغرب او في الجنوب. الحمد لله رب العالمين ابدأنا في القوات المسلحة في كل الافرع الرئيسية، يعني هنجد القوات الجوية اللي بتدمر لوحدها اكثر من 100 عربية بشكل حاسم. نتخيل لو ان هذه السيارات تمكنت من العبور والدخول الى مصر بالمتفجرات اللي فيها، او لو نجحت هذه اي عملية من هذه العمليات كان ممكن ايه اللي يتم. فكل هذه الضربات من قواتنا الجوية وايضا قوات البرية عمليات نوعية تم قتل 108 تكفيري في شمال ووسط سيناء فقط، والتعامل مع هذه المتفجرات هذا الكم من المتفجرات. ايضا هناك على يعني عايز اقول قوات حرس الحدود اللي بتحكم قبضتها على حدودنا في الغرب وفي الجنوب وتمنع الهجرة غير الشرعية اللي بالالاف اللي بحاول تستخدم اراضينا كمعبر للهجرة الى اوروبا. ايضا نقول المهربين التكفيريين كل من يريد ان يصل الى مصر للقيام باي اعمال تخريبيه، قوات حرس الحدود كانت في منتهى الحسم وفي منتهى اليقظه بالقبض والقضاء على كل من حاول ان يعبر او ان يهدد الاتجاه الجنوبي او الغربي. ايضا في البحر ابنائنا من القوات البحريه بمنتهى اليقظه ومنتهى الحسم مأمنين ومحكمين قبضتهم تماما على كل مياهنا الاقتصادية والإقليمية، مأمنين مجالنا الحيوي تماما في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. تحية لأبناء القوات المسلحة على هذه اليقظة. ودايما مفيش عمل بيتم ببلاش، بنقول وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. النهاردة بنقدم 9 من خيرة أبنائنا، ما بين شهيد وما بين جريح، هم دول أبناء مصر اللي بيحموا مصر بأرواحهم، مش هؤلاء اللي قاعدين على الميديا بيشوهوا صورة مصر قدام العالم وبيحاولوا يفتوا في عدد مصر. طيب سيادة لأبناء الشعب المصري جميعا. طيب سيادة اللواء، وبصفتك خبير في المجال العسكري، البعض يتساءل من أين يأتي كل هؤلاء ورغم قتل أعداد كبيرة منهم، إلا أنه يعني لا تلبث أن تمر فترة وتظهر أعداد جديدة، وإن قلنا أن هناك يعني تسريبات أو هناك عناصر تتسرب مثلا من الحدود مع قطاع غزة وقد أمن هذا المجال، هل إسرائيل غائبة عن المشهد في هذا الإطار؟ والله شوف، كل دايما ابحث عن الهدف، من المستفيد؟ هل إسرائيل مستفيدة من اللي بيحصل في سيناء؟ لا أعتقد أن في عائل يقول لا مش مستفيد. فطالما هناك مستفيد
فاعلم أن هؤلاء الذين يعملون لصالحه لا بد وأن لهم يد معه أو له يد عليهم. ده لا يخفى على أي عاقل وهو بيقدر أو بيحلل هذه المعلومات. بالنسبة للناس دي ما بتنتهيش ليه؟ لأن منهم من بكل أسف الخلايا اللي زرعها الإخوان في الفترة اللي كانوا فيها من استقدموه من الخارج اللي أمريكا قالتهم خدوا دول وعملوا بهم ولاية إسلامية ضمن دولة الخلافة بتاعتكم اللي أخرجهم مرسي من السجن ودفع بهم إلى سيناء. دول احنا قضينا على المئات منهم وأعداد كبيرة تصل إلى آلاف منهم. ما بقي هناك عناصر كامنة بلا شك إنها مختفية وبتظهر من وقت لآخر، إنما دائما يقظة أبنائنا الحمد لله رب العالمين بنقدر نواجههم، ومش هيقدر يستمر هذا الإرهاب بالشكل ده. ده الكلام ده بالنسبة لسينا. أما بالنسبة للحدود الغربية فواضح اللي بيصل من تركيا واللي قال قبلها عليها قبل كده الرئيس التركي إن من خرج من سوريا هيوجه مرة أخرى إلى ليبيا وإلى مصر، وبيحاولوا يدفعوا بيهم من ليبيا إلى مصر. ولكن الحمد لله رب العالمين لدينا قوات مسلحة على درجة عالية من اليقظة. نعم، ألواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الأستاذ محمود النفادي، هل لك من تعليقات معينة فيما أبداها من ملاحظات سيادة؟ لا، أنا بس بشاركه في التحية اللي وجهها للشعب المصري النهاردة، لأن احتفالية الشعب اليوم يعني في مدينة نصر في أمام الجندي المجهول والتي امتدت لأكثر من 6 كيلو متر بهذا العدد الكبير، وكانت بمثابة احتفالية. احنا لم نرى خطب سياسية ولا سين ولا أحزاب ولا حاجة، فنانين وطنيين مصريين شاركوا شعب مصر هذه الاحتفالية، احتفالية في حب مصر. أنا بشاركوا التحية لأبناء مصر الشرفاء الذين خرجوا اليوم للمشاركة في هذه الاحتفالية، وهم كانوا بيبعثوا رسالة للعالم أن هم متمسكين بوحدتهم وبيدافعوا عن مستقبلهم وبيدافعوا عن الدولة المصرية، ولابد تسقط المؤامرة الإخوانية اللي مشتركة فيها الإخوان مع قطر مع تركيا. ده جانب. الجانب الآخر المهم في حديثه واللي ورد في البيان ولم أشير إليه، أن هم من ضمن الحاجات أن أحباطهم حول الهجرة غير الشرعية 11,071 شخص، يعني 11,000 شخص كانوا عايزين يهجروا هجرة غير شرعية، ونحن نعلم مخاطر الهجرة غير الشرعية. والرئيس السيسي تعهد أمام المجتمع الدولي، لأن مصر كانت معبر وكانت محطة زي محطة ترانزيت للهجرة غير الشرعية والأضرار اللي بتلحق بيها. فأيضا القوات المسلحة وحرس الحدود قايم بدور كبير جدا لإحباط كل محاولات الهجرة غير الشرعية، لأن أيضا الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط مهتمية جدا. عفوا، أنت نبهتني إلى شيء هام، فيما يبدو أن هذا البيان لا يخص أرض سيناء فقط، ولكن فيما يبدو أنه يخص البلاد، لأن الهجرة غير الشرعية أيضا هي يعني هي غير يعني لا تتخذ من سيناء نقطة انطلاق، ويقول ان هذه المحاولة على جميع في كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالبلاد. ففيما يبدو ان هذه العملية تسرد مجمل اعمال القوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة على مجمل انحاء البلاد. نعود مرة اخرى، وانت طرقت نقطة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من قبل اعداد كبيرة احتشدوا في ميدان المنصة، اي رسالة يوجه هذا الحشد اليوم الى العالم، وكيف بوجهة نظرك وكصحفي ستتناوله وكالات الانباء العالمية؟ يعني بص، اولا كان في مشاهدين النهاردة في قمة الروعة للشعب المصري والمعدن الاصيل لهذا الشعب. نعم، الرسالة الأولى كانت في الصباح، وأسر مصرية من كافة الأعمار والأطياف والاتجاهات والمستوى الاجتماعي والاقتصادي كانوا بيستقبلوا الرئيس عند وصوله إلى مطار القاهرة في الصباح الباكر، ودول كانوا بيبعتوا رسالة للخارج مدى حب الشعب المصري لرئيسه. نعم، وكانوا متلهفين على عودته، لأن احنا عارفين القناة الجزيرة ومن هم على شكلتها
ماذا كانوا يقولون خلال الأيام الماضية. ولا أريد أن أردد ما يقولوه لأنه لا يستحق حتى مجرد الترديد، بل أنصح كل من يتحدث ألا يأتي بذكر هذه القناة وما تقول بأي حال من الأحوال بشكل معين. فكانت في رسالة في الأول في الصباح حب الناس للرئيس السيسي، والرئيس السيسي طمن الناس ويمكن تحدث، وأنا أتحدث عن إشارة بس قالها لما قال لهم دول شوية كده يعني شاور بإيديه كده، تقلقين ليه؟ ده حرب إعلامية وبتاع، لكن مصر جامدة وجامدة بيكم. ويكاد الرئيس أنه كان عاوز يصافح كل واحد جاي يستقبله من تأثره بهذا المشهد. دي كانت رسالة، لأن البعض يعني كان بيقول كلام في الهوى في التراوة يعني في الأيام اللي فات. جاءت الرسالة الثانية بعد العصر في الاحتفالية، وأنا بسميها احتفالية مش مظاهرة، لأن لو مظاهرة في قانون بينظم أحوال التظاهر ولازم تروح تقدم طلب رسمي وتاخد إذن وتقول دي كانت احتفالية لشعب مصر واحتفالية في حب مصر وتصدير مشهد للعالم الخارجي. لأن احنا شفنا أول لقاء للرئيس مع ترامب مع الرئيس الأمريكي، كان أول سؤال تسأله للرئيس الأمريكي أنت يعني رأيك إيه في القلاقل والاضطرابات والمظاهرات اللي في مصر، وكان رده بليغ عليهم جدا. فكان النهاردة احتفالية أخرى مشارك فيها مواطنون مصريون من جميع المحافظات، ولو ترك الأمر كما قال الرئيس لو طلبت التوفيض هينزلوا ملايين، يعني اللي نزلوا النهاردة دي بروفة صغيرة جدا، يعني مش يعني المصريين كانوا ملايين الملايين هتنزل النهاردة، لكن احنا تجاوزنا في هذه الاحتفالية فوق 2 مليون كانوا في هذا المكان، وأنا كنت هناك وشفت من عند ميدان السكة الحديد لغاية ميدان هشام بركات، هذه المسافة كلها مليئة بأطياف وأعمار ناس مصريين نازلين يقولوا بنحب مصر بندعم رئيس السيسي، عاوزين الاستقرار، عاوزين الدولة دي. المشروع الوطني لبناء هذه الدولة واللي أعلن عنه الرئيس السيسي في أول انتخابه لأول مرة في 2014 ثم جدد الحديث عنه في 13 فبراير 2016 أمام مجلس النواب عندما ذهب إلى مجلس النواب بعد أن تم انتخاب مجلس النواب، تحدث عن مشروع وطني لبناء مصر الحديثة ويعتمد على التنمية والاستقرار. وأشار أيضا في نفس الحديث اللي عاوز يرجع الحديث موجود، قال إن إحنا نجحنا في تعطيل المخطط اللي بيستهدف مصر، ما قالش القضاء عليه إحنا عطلناه، لكن المخطط شغال. وقال يجب أن نتنبأ لذلك لأن هناك من يتربص بمصر. وأنا أتذكر له كلمة لا أنساها، أنتوا عايزين تنجحوا يا مصريين، يعني هناك من يتربص بنا لأنه لا يريد نجاح مصر. القضية اللي أثير فيها الكلام الأيام اللي فاتت ليست قضية مواطنون مصريين على حق ولهم مطالب مشروعة ولهم احتياجات ولهم مشاكل، لكن دول ما بيخرجوش يخربوا البلد ولا بيتظاهروا، إنما من يسعى إلى التظاهر. طب كيف يتم يعني حتى نتقي انجرار هذه الطبقة التي أنت تقول إن لديها مطالب مشروعة، كيف نتقي أن يرمي هؤلاء أذانهم إلى جهة أخرى؟ لابد من استراتيجية. بص حضرتك، العمل يتم على 3 محاور. نعم. المحور الأول قضية الوعي ومواجهة الشائعات، وأن هذه المحور يشتغل عليها الإعلام، المدارس، رجال الدين الإسلامي والمسيحي. تقييمك للإعلام تحديدا، وكانت عليه حتى انتقادات من رئاسة الجمهورية، يعني تقييمك لتعامل الإعلام المصري تحديدا لهذه، ونحن إعلاميان كانت هناك انتقادات للإعلام في أسلوب مخاطبته. الرأي العام المصري غير راضي عن أداء الإعلام في الفترة الماضية. لماذا؟ لم يتم تسويق جيد لإنجازات الرئيس، لم يتم الاستماع إلى فئات لديها مطالب واحتياجات. حتى داخل البرلمان أنا طالبت بجلسات استماع يدعو الناس يجوا يقولوا مطالبهم ويستمع إليها. لم تتم تنشيط آلية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كما يجب وكما
أبتون. هذه أمور عديدة جدا، ولكن أنت تحدثت عن نقاط هامة جدا. الرأي العام المصري وخلينا واضحين، يعني إحنا نحن مش هنزوق الأمور ولا نحط رأسنا في الرمل. وناس كتير قالت الرئيس السيسي شغال لوحده، ودي حقيقة. تسويق إنجازات الرئيس السيسي واللي تم ما حصلش. إحنا كان الدولار لما بيرتفع قرش الدنيا بتنهد، الدولار عمال ينخفض ما لقيش تسويق جيد لهذا الإنجاز. طيب البعض كان يقول إن هذا الانخفاض، يعني ونحن نتحدث الآن عن طبقة يجب أن تجد في الإعلام المصري ويجب أن تجد في الاحتضان الداخلي ما يغنيها عن الاستماع للخارج. البعض كان يرى أن هذا الهبوط في الدولار مقابل الجنيه لا يقابله أي نوع من أنواع الانخفاض في أسعار السلع أو في أسعار الخدمات، لأن هو الهبوط ما بيجيش، يعني أول ما يهبط الأسعار تهبط. دي منظومة اقتصادية متكاملة. طب هل نجح الإعلام في الوصول إلى سمع هؤلاء بهذه، يعني أو إقناع هؤلاء بهذه هذا الطرح الاقتصادي؟ قولا واحدا، الإعلام الحكومي الرسمي والإعلام الخاص لم يستطيعوا أن يعكسوا نبض المواطن المصري في المرحلة اللي فاتت وفي الفترة اللي فاتت. دي حقيقة. هذا ما يجب أن نتنبه إليه في المرحلة القادمة. الصحف القومية لم يحدث انعكاس لنبض المواطن حي. خلينا واضحين، المواطن ده بيحب السيسي وداعم للسيسي وواقف مع الدولة المصرية، لكن عاوز حد يسمعه ويسمع مطالبه. يعني عاوز أقول لحضرتك حاجة، عندما تحدث الرئيس وساند أصحاب المعاشات، الأول الحكومة لما صدر الحكم بضم الخمس علاوات ماذا فعلت الحكومة؟ ماذا فعلت؟ راحت قدمت طعن عشان توقف تنفيذ الحكم. تحرك الرئيس سريعا وقال لهم اسحبوا الطعن. أعطيك أمثلة؟ يعني فيما يبدو أننا ممكن بهذا يعني الحديث أمثلة؟ أن نكذب. يعني الحكومة أحيانا تمثل عبء على الرئيس السيسي. يعني هو قرر أن يعطي امتيازات لأصحاب المعاشات، ولكن الحكومة قررت. طب يعني بوجهة نظرك، وقد حدث وقد يعني تغلب ولغاية دلوقتي ما نفذوهاش، حتى الان لم ما نفذوهاش. اصحاب المعاشات لم يحصلوا. طيب اصحاب المعاشات يعني فنوا عمرهم في خدمه مصر وفي خدمه الدوله، وسيفنوها. وهم يعني ناس كتير النهارده كانوا في الاحتفاليه من اصحاب المعاشات واقفين مع الدوله المصريه. في هذه الحاله انت تجد ان الاعلام وقف موقف المحايد او المتفرج. ولم يعني لم او مثلا انا لم انا لا انا في الجزئيه ديت ما اتكلمش. انا بتكلم اديتك مثل على الاعلام ومثل على الحكومة ومثل على البرلمان. اديتك امثلة اهو. ولذلك بقول لك معركة الوعي، لا الاعلام عليه دور كبير جدا. انت ما تشتغلش على وعي الناس بالكلام المباشر وباللافتات والشعارات. في نماذج كتير. السوشيال ميديا، يعني هل يعقل يعني ان عناصر الاخوان وشبابها اشطر مننا في ادارة السوشيال ميديا؟ ما قدرناش نعمل صفحة لإنجازات الرئيس وتسويق هذه الإنجازات صح، والإخوان عمالين يدمروا هذه الإنجازات. غالبا الصفحات لا تدشن بهذا الشكل المباشر. أنا ما قلتش بالشكل المباشر. أنا قلت نعمل نفكر خارج الصندوق بالطبع. كيف أدير سوشيال ميديا الناس تجيلي من خلال الصفحة دي ما تروحش للصفحة التانية. ما هو العيب يعني نحن الآن إعلاميان، ما هو العيب وجهة نظرك؟ هل هو عيب نحن لا أعتقد أن مصر لا تخلو من الكفاءات في جميع المجالات. ما هو العيب تحديدا؟ ما هو العائق في مواجهة هذا المشروع الذي تقول؟ أنا قلت لحضرتك العائق واللي موجود إن إحنا ما بنشتغلش صح، ما بنحطش أولويات تحركات لينا. يعني رئيس الوزراء بيلف يمين وشمال، الدكتور مصطفى مدبولي وبتاع، لكن برضو ما بيتمش العكاس صح. التغطية المباشرة بتاعت مذيع يروح ويقف ويقول لك والآن مصطفى مدبولي في أمور جدد جديد وفي فكر جديد، وفي النهاردة كل مواطن معاه جهاز تلفزيون وجريدة في إيده وكوبي وبيست ولايك وشير وقصة تانية طويلة عريضة نقدر نعملها. يعني ما ينفعش أنا
يبقى عندي ثلاث جرايد قومية الثلاث منشطات زي بعض هم ينفع كده؟ لا ما ينفعش. يجب أنا يعني يكون أنت تتحدث عن تنوع يا فندم، تنوع وتطوير واحتياجات المواطن. الأبواب رسائل القراء اللي كان القارئ يبعث عشان شكوى بقت قد كده في الجرنان، قال له مساحتها. كان زمان الأستاذ محسن محمد بيدي رسائل القراء دي صفحتين يفتح للقراء. والله العظيم لو قرأت الحكومة يوميا رسائل القراء ستستطيع ويكون لها دور. فقضية الوعي لازم تشتغل عليها الكنائس والمساجد. أنا هديك مثال، حضرتك بتخش المسجد وبعض مساجدنا، وأنا كتبت ده في كلمة ونص بكتبها كلهم، الناس ما بتحبش المطولات على غرار نص كلمة للكاتب العظيم أحمد رجب، وفرق كبير بيني وبينه، ده السماء وإحنا الأرض، لكن بنحاول نجتهد في حاجات صغيرة. تخش المسجد يقول لك صلاتك أهم من اتصالاتك، احترس من سرقة الأمتعة، بتشوفها حضرتك ولا ما تشوفهاش؟ الناس تبقى خايفة على شبشبها. طب ما قلتلوش ليه احترس من سرقة عقلك اللي في الموبايل؟ احترس إن ما شفناش خطباء المساجد في يوم جمعة يتحدثوا عن الإشاعات عبر السوشيال ميديا والموبايل، يقول له زي ما انت حريص على شبشبك وخايف عليه جوه الجامع ولو ضاع ما فيش مشاكل، لكن ما قالوش احترس من عقلك، يعني احترس على عقلك من السرقة. من هذه السرقة وإيه اللي حصل في عملية تضليل وتزييف؟ ده مبارح الاحتفالية كانت هتتم، شيروا بيان كاذب عشان يخلوا الناس ما تنزلش، والناس عمالة تعمل شير ولايك ويبعتوه وخدوه حقيقي بدون الناس ما تنتبه. احنا عاوزين يا جماعة أرجوكم أن نعيد التفكير في مسائل عديدة جدا، أن نقترب من المواطن أكثر، وهذا المواطن يساند الرئيس السيسي إلى أقصى درجة. لو المزارات دي كانت طلعت بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة كنت أقول لك ليهم مطالب، ولا اللي قبلها، والرئيس كان بيران على وعي الشعب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يحظى بتأييد شعبي، لكن ما فيش تسهيل. يعني حتى لما كنتش قادر تخفف عليه الأعباء المالية يأثر عليه في الخدمات. يا أخي المواطن بيروح بيطلع يعني بيطلع أيمانه في أي خدمة يعملها. أنا كمواطن وأنا صحفي هوت يعني معروف وبتاع، اليوم اللي بيبقى ليا تجديد رخصة مرور ببعات الهم ومن قبلها بيوم وما زلت حتى الآن، وروح هات الشنطة وهات الملف وهات مش عارف إيه وهات إيه. وصلنا إلى نقاط هامة، يعني مسائل والله العظيم ثلاثة من أسهل ممكن. بس المواطن المصري الحقيقي الأصيل يعني لا يمكن أن يضر بلده، هو اللي واقف معاه. طيب وصلنا إلى نقاط هامة، هذا المواطن الذي خرج اليوم يؤيد الدولة ويؤيد الرئيس، هو له علينا أن نقترب منه في إعلام جيد، إعلام متنوع، له حق فيه. ينفع يا أستاذ، عاوز أقول لك على واقع بس، ثلاث أيام في أول أسبوع اللي فات سيستم هيئة البريد واقع على مستوى مصر كلها، كل واحد يروح مكان يقول له السيستم واقع عاوز يدفع حاجة. أنت بتعمل حكومة إلكترونية ومنعت الدفع النقدي ولازم يروح يدفع المصاريف من خلال بتاع، وبعدين يروح كل مكتب بريد يقول له السيستم. انا عشان يعني ما بحبش اصدق كده، عفوا قالها لي احد الزملاء يعني موظف في مكان ما، ما صدق قلت روح بنفسي. رحت تسع مكاتب بريد الف فيهم فرنسا، قال لي عاوز اعمل حواله يا فندم، السيستم واقف، واقع السيستم، واقع السيستم، واقع. طب وبعدين حتى لما قالوا تاخد بالكارت فلوسك من خلال المكان، تلف ساعات نص يوم تلاقي كل مكان نأسف المكان عطل والسيستم واقع. طب صلحوا السيستم يا جماعة، يعني طالما انت عايزين تعملوا صلاة الخدمات لو تيسرت على الناس هتبقى ليها أمور مهمة جدا. يعني خدمات، حدث عن الخدمات الإلكترونية حتى يا بيئ الخدمات يسرها على الناس، والخدمات الإلكترونية يسرها على الناس. انت عملت تظلمات البريد اونلاين، هي كل الناس تعرف تستخدم الاونلاين؟ الحاجة عايشة في 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 عزبة أبقار تعرف تستخدم الاونلاين؟ لا يعني تخلي في حاجات حتى يمكن بالبتاع. لا يعني حتى يمكن احنا أن عاوزين تكون هناك جهة تساعد المواطن. احنا عاوزين نقول حاجة مهمة جدا عاوز أكد عليها. الشعب المصري أغلبه، مش عاوز أقول نسب، لكن أغلبه يخشى على هذه الدولة ويحميها. طبعا يحب الرئيس ويدعمه ويقف معه.
فلا أحد يزايد على الشعب. نعم. لكن عليكم أن تقتربوا من هذا الشعب، تستمعوا إليه، تدرسوا احتياجاته، تشوفوا مطالبه إيه بالضبط، قيموا القوانين اللي بيطلعها المجلس. المجلس طلع قوانين عظيمة، منها قانون التصالح في البناء. طب قيم القانون ده عامل ايه؟ بيجعدوا دلوقتي لقانون جديد للمرور. انا شخصيا بحذر من هنا من هذا القانون اللي ارسل لمجلس النواب لقانون المرور، لان قانون عقوبات شديدة جدا على الناس. انما اعمل وعي مروري وبعدين عاقب الناس، وبالذات انت زودت رسوم المرور. يعني جهز دلوقتي رخصة القيادة بتكلف فوق 1000 جنيه. رخصة قيادة المرور حتى للسيارات ذات يعني دي الخاصة عدد السي سيهات المحدودة. التأمينات لسواقين التاكسي الأبيض، التأمين زاد من 300 جنيه ل 4000 جنيه. ورغم ذلك هذه الفئة تتحمل من أجل مصر ومن أجل الرئيس السيسي. يعني فيما يبدو، يعني أتوقع أن تجد هذه الفترة المفتوحة نسبة مشاهدات عالية، لأنها فعلا يعني لمست ما هو مطلوب من الجهات السيادية في الدولة تجاه هذا المواطن الذي خرج اليوم، ورغم كل هذه الصعوبات وأيد استقرار الدولة وأيد رئيس الدولة، وأوصل رسالة إلى الإقليم وإلى العالم أن الشعب المصري هو الصف واحد. لا يسعنا في نهاية هذه الفترة غير شكر ضيفنا الأستاذ الكاتب الصحفي محمود النفادي، شكر موصول لكم مشاهدينا، ودائما خدمات قناة النيل الأخبار المفتوحة على مدار ساعة اليوم، سواء على المستوى البرامجي أو على المستوى الإخباري. كونوا دائما مع قناة النيل الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء.